أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا هؤلاء يحبون العاملة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون